ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العنوان لهذه الكلمة: مسائل مهمة في المنهج. والمنهج لغة كما قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، هو الطريق المسلوك، وشرعا هو الطريق الذي يسلكه العبد في طاعة الله تبارك وتعالى. وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المنهج تحديدا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المسألة الأولى هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومع كثرة الكلام عنه وفيه وكثرة المتكلمين عن الإخلاص، إلا أن المخلصين والعاملين به قليل. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالإخلاص هو الغاية العظمى التي يبتغيها سالك هذا المنهج السلفي الصحيح. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالرب جل وعلا يريد منا الإخلاص ومتابعة الرسول أكثر مما يريد منا كثرة العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فعلى السالك لهذا المنهج داعية أو طالب علم أو عالم أو واعظ إلى غير ذلك، أن يجعل مبتغاه رضا الله سبحانه وتعالى، وأن لا تكون الغاية هي الشهرة أو المراءة أو المفاخرة أو الظهور أمام الناس بعلمك أو فصاحتك أو بلاغتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتغى علما أو من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء، فالنار النار. ولذلك ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في قولهم واعتقادهم وقوة إخلاصهم، فيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة ابن جماعة رحمه الله تعالى، قال الشافعي: وددت
أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي حرف واحد منه. وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسبوا إلي حرفا واحدا منه. وهذا غاية في الإخلاص وعدم الظهور والرياء والمفاخرة بالعلم أمام الناس. ثانيا من المسائل المنهجية المهمة جدا علينا بالشورى بيننا في أمور الدعوة، كل في منطقته وفي مكانه. في ناس بيكونوا مجموعة من الإخوان مثلا في الغرب، واحدين في الشرق، واحدين في الشمال، واحدين في كذا، واحدين في حلة معينة، كونوا عشرة من السلفيين، لا بد أن يجعلوا شعارهم وحقيقة أمرهم في تسيير الدعوة الشورى، لأن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين السالكين لهذا المنهج الصحيح، قال: وأمرهم شورى بينهم. قال البغوي ما ملخصه عليه رحمة الله: أي أنهم لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه، لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه، لأن الشورى أولاً بركة، ثانياً من صفات المؤمنين أصحاب المنهج الصحيح أهل الجنة، ثالثاً لأنك بالشورى تضم عقولهم جميعاً إلى عقلك، فأنت بعقلك الواحد مهما كنت عاقلاً أو عالماً فإنك ترى من زاوية واحدة أو زوايا محددة، فإذا أضفت إلى عقلك عقول من؟ عقول أهل السنة الذين هم معك ومن حولك، كانت عندك عقول عدة فتحكم بها في الأمر فتكون البركة. ولذلك أمر الله رسوله وهو المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يشاور أصحابه، قال له: فإذا قال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وفيها من الفوائد كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آيات الشورى، قال: فيها من الفوائد أن الشورى فيها تطيب لخاطر أصحابك، يعني حتى لو أنت كنت عالم الأمر ده فيه رشد أو هدى للدعوة، فإذا شاورتهم وأخذت برأيهم فإن فيه تطيب لخاطرهم، وهذا يؤدي إلى عدم الفرقة وعدم الاختلاف. عشان كده كثير ما نسمع يعني بين بعض الإخوة، وهم أفاضل، ناس أفاضل في مناطق هنا وهناك، شكاوى متعددة، يقول لك: والله فلان ده ما قاعد يشاورنا، فلان ده جن يركب راس. حاصل ولا ما حاصل؟ السبب هو عدم الشورى. ابن كثير أشار ولفت النظر إلى هذا حينما فسر قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر. ملخص كلامه أن في الشورى تطيب لخاطر أصحابه رضي الله عنهم، فإذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي وقد أمره الله عز وجل بالشورى، فغيره الذي هو دونه لا محالة وبلا ريب ولا شك من باب أولى وأحرى. فلذلك اجعلوا أمركم بينكم دائما شورى، إلا أنه لا يشاور كل إنسان، لا يشاور كل إنسان. ولهذا أورد ابن كثير في تفسيره لنفس الآية السابقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاور، جعل الأمر شورى في ستة
من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من بينهم عثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم ستة، فاختاروا عثمان من بين الستة. فالشورى ليست لكل أحد، إنما الشورى لأهلها، من أهل الشورى للعقلاء، للذين عندهم علم أو حتى عندهم عقل وحكمة، والحكمة هي وضع الأمور في نصابها. فالحكيم هو الذي يشاور، والعالم الذي عنده علم هو الذي يشاور، أو الذي عنده حكمة ورأي سديد، حتى لو لم يكن عالم بكل مناحي العلم ولكن له رأي سديد وحكمة، فهذا من أهل الشورى. ولذلك عمر بن الخطاب كان حوله قراء القرآن الحفظة، وكان يشاورهم رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. وإذا فعلنا ذلك تقلصت، لا أقول جميع المشاكل، ولكن معظم المشاكل التي تحدث بين أصحاب الدعوة الصحيحة الواحدة. ثالثاً، علينا بالأخذ بأهم المسائل المنهجية، وهي الحرص على العلم. والحمد لله فتح الله سبحانه وتعالى لنا هذا المعهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ أبو بكر والقائمين معه، أخونا إبراهيم وغيره، كباشي وغيرهم، على هذا المعهد خير الجزاء، ما ذكرنا منهم وما لم نذكر منهم خير الجزاء. فهذه فرصة للتعليم، ولكن أن يحرص الإنسان في تعلمه أكثر وأزيد من الاستزادة في علم العقيدة والتوحيد. هذا هو العلم الذي مش ما ندرس غيره يا جماعة، لا، ندرس الفقه وندرس الصلاة والطهارة والمواريث إلى آخره واللغة إلى آخره، ولكن أنا أقول الاستزادة تكون من هذا العلم، علم التوحيد، أكثر. لأن المشكلة في الأرض منذ أن خلق الله الخليقة وجاء عهد نوح عليه السلام إنما وقعت في أمر العقيدة والتوحيد، ولأن العلاج لجميع المشاكل الاقتصادية والعسكرية وغيرها لا تكون إلا بعلاج العقيدة وتصفية التوحيد وتنقيته بأن يكون لله سبحانه وتعالى خالصا، وهذا لا يكون إلا بتعلم التوحيد والتبحر فيه، تبحر في التوحيد وتغرق في مسائل العقيدة والتوحيد، وتتبحر وتتبحر ولا تقف حتى الممات. ولهذا كان العلامة سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى كان يدرس كتاب التوحيد، فإذا أكمله شرحاً وتدريساً أعاده مرة أخرى، فإذا أكمله مرة أخرى أعاده مرة ثالثة ورابعة وعاشرة إلى أن مات، إلى أن مات. هذا هو الدرس الوحيد الذي لم يتغير كتابه، كان كتابه كتاب التوحيد إلى أن مات الشيخ. وفي عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان هناك علماء ربما يكونوا جمعوا علما كثيرا وعظيما جدا، ولكن أظهر الله علم الشيخ من دون هؤلاء جميعا، أو أظهره أكثر منهم، لأنه ركز على العقيدة والتوحيد. وأفضل من ذلك مثالا الأنبياء والرسل، ظهرت دعوتهم وجاء بعدهم علماء، نعم هم لم يحصلوا الأنبياء في العلم لكن علماء جهابذة، لكن هؤلاء العلماء بعضهم بل أكثرهم لما لم يركزوا على أمر العقيدة والتوحيد
غابت دعوته ونسي الناس ذكرهم. فكذلك اليوم من طلاب العلم ومن الدعاة وخطباء المساجد والمدرسين منكم من يركز على العقيدة والتوحيد كل كلامه وكل همه وكلامه وعلمه، هذا هو الذي يرفعه الله، لأنه رفع حق الله، فكان حقا على الله له أن يرفعه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وحق العباد على الله ألا وحق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، يعبدوه عملا ولا يشرك به عملا، ويعبدوه ولا يشرك به دعوة وتعليما للناس. فإذا ختمت الأصول الثلاثة فعليك بالقواعد الأربع، وإذا ختمت هذه فاقرأ ما بعدها، وإذا ختمت ما بعدها فاقرأ كتاب التوحيد، ثم 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 ثم، وإياك أن تقف في تعلم العقيدة. لماذا؟ لأنها السبب الأكبر والأعظم، ولا سبب مثله، فضلاً أن يكون سبباً أعلى منه، لا يوجد سبب مثل التوحيد في دخول الجنة أبداً، وفي مغفرة الذنوب أبداً، وفي الاستجارة من النار لا يوجد سبب مثل التوحيد أبداً. فعلموا الناس هذا العلم، ووالله ما وقع الناس في المشاكل الاقتصادية وفي الجوع وفي المجاعات وفي الحروبات وفي الهزائم وفي غير ذلك إلا بسبب الشرك بالله. قال الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. ما هو السبب؟ لما ظلموا، أي أشركوا، لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. رابعا، علينا جميعا أن لا نتناحر في بعضنا بأسباب تافهة، بأسباب تافهة، لأن ما جمعنا أعظم سبب وهو التوحيد حق الله على العبيد. فهل نفترق لسبب تافه وسبب دنيء وسبب رخيص؟ قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما يؤدي إلى الافتراق أسباب منها سوء الظن، سوء الظن. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فعليكم أن تحسنوا الظن ببعضكم بعضا. وإذا خرجت من أخيك كلمة ربما يمازحك أو يلاطفك ولكن الشيطان ينزغ، فخرجت الكلمة ورأيت فيها شرا عليك، فيجب عليك أن تحملها محملا حسنا. قال عمر بن الخطاب: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ويروى أن رجلا دخل على الشافعي وكان مريضا فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. والإمام يفهم اللغة وعالم في اللغة، فقال: لو قوى الله ضعفي لقتلني، لأن الضعف يقوى فيستأسد الضعف عليه. قال: لو قوى الله ضعفي لقتلني. قال الإمام: قال أعلم أنك ما أردت إلا الخير، ووالله لو أنك شتمتني لعلمت أنك ما قصدت إلا الخير. فهكذا الأخوة بين الإخوة، ومما يفسد، بل أعظم ما يفسد بين الإخوة، الحسد، الحسد والبغضاء
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والحالقة، قال: وإياكم والبغضاء، فإن البغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكنها تحلق الدين. فالذي في قلبه شحناء أو حسد أو بغضاء تجاه الموحدين ولو كان موحدا فإن حسده وبغضاءه يحلق دينه، يحلق دينه، كما يحلق الحلاق بماكينته شعرك. انظر كيف يتحات ذلك الشعر، فكذلك يتحات دينك إذا كان في قلبك شيء من ذلك. ولذلك أمر الله الناس جميعا أن يستعيذوا من شر حاسد إذا حسد، كما في القرآن الكريم، والآيات معلومة محفوظة عندكم. ومما يقوي أواصر الإخاء والمودة بين الإخوة السلفيين الدعاء لبعضنا البعض في ظاهر الغيب، أن تدعو لإخوانه أن يبارك الله لهم في أوقاتهم وفي علمهم وفي إيمانهم وفي أرزاقهم وأموالهم وفي ذريتهم وأزواجهم. الذي يفعل ذلك هو صاحب القلب الصافي. وأبشر إن كنت ممن يفعل ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب فقال: اللهم اغفر له، أو كذا، قال الملك: آمين ولك بمثل. خامسا من المسائل المنهجية المهمة جدا قول ابن سيرين، وهو محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، لما قال قولة هي عصارة، عصارة أخذها من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ولم يأتي بها من بنات أفكاره، وإنما هذا خلاصة الدين. فمن تمسك بهذه الوصية التي هي أصل في كتاب الله وأصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل ولم يهلك في منهجه أبدا. قال ابن سيرين: قال: إن هذا العلم دين. العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والغريب يا جماعة، نحن الليلة الواحد في أمور الدنيا بيطبق الوصية والقاعدة دي أكثر من ابن سيرين نفسه في الدنيا، مش في الدين، في الدين ما بنحصله. كيف؟ إن ماشي تشتري بطاطس، بطاطس الواحد ده والله يتقلب بطاطساية بطاطساية من قدام التاجر في الخدارة، صحيح ولا ما صحيح؟ إن ده تشتري طماطم أو مركوب، مركوب ساي بس تلبسه تقلبه، ده من الفاشر ولا من هنا من نيالة، وده من وين وما من وين. لكن في الدين كل من حفظ آيتين أو عشرة أو حفظ أحاديث وتكلم بالفم المليان فإن الناس يستمعون له، لا أقول العامة ولكن كثير من الخاصة، ويعجبون به ويدافعون عنه. لماذا؟ لأنه تكلم في الدين بغير نظر إلى منهجه، أعلى منهج صحيح أم على منهج باطل. أهل البدع زمان يا جماعة، أنت عارف لو كثير من الناس الليلة ناس الزمن ده عاصروهم كان ناس كتار تبعوهم حتى من أهل السنة ذاته، لأنه كثير منهم كان بيتكلموا في التوحيد كلام بالمليان، وكونه يكونوا حافظين القرآن وحافظين السنة ده موضوع عندهم منتهي، ده موضوع بدر انتهوا منه، بدر انتهوا منه، وكانوا فصحاء وكانوا بلغاء وكانوا مجيدين لأصول الخطابة ولكثير من الأمور التي تجذب المستمعين. بالمناسبة زعيم المعتزلة اسمه منه واصل بن عطاء، يروى عنه
انه بعد ما اعتزل مجلس الحسن ومشوا معه الحسن البصري ومشوا معه ناس وسموهم المعتزله والمعتزله، المهم مشوا معاهم، بعد ذاك عمل مجموعه. الرجل ده قالوا كان فصيح فصاحه غريبه، لكن كان عنده لكنه في حرف الراء، عنده لجنه في لسانه في حرف الراء. فلما اعيب في ذلك خلت جميع خطبه ودروسه الى ان مات من حرف الراء. هذا ما كان تبعناه؟ تلقى الجماعه شايلين البقى جاهزون ماشيين اعتكاف مع واصل بن عطاء، صح ولا ما صح؟ طوالي بيمشوا. فيا ناس، ما اي انسان فصيح او بليغ او حافظ او عنده علم واعجبنا كلامه او خطبته، معناته الزول ده شنو يا جماعه؟ الزول ده منهجه صحيح كله كده ومنهجه سلفي. عشان كده ابن سيرين قال كلمه، والله الكلمه دي المفروض تكون معاك طوالي. انا عارف في ناس اللي عجبتهم هيعملوا حاله في الواتساب، نحن ما دارينا حاله في الواتساب، نحن دارينها تكون تطبيق عملي. تطبيق عملي ما في الواتساب، تطبيق في دينك. ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. والحزبين اللي خليناهم دي، خلينا نكون واضحين، فيهم ناس زمان كان الوقت ده بيتكلموا بالتوحيد ويدرس الصوفيه دري، صح ولا ما في؟ في، لكن منهجهم صحيح؟ منهجهم باطل. فما كل انسان، لابد تفهم المعلومه دي، ما كل انسان حتى ولو كان يتكلم في العقيده والتوحيد والشرك معناته منهجه صحيح. لانه ممكن يكون كلامه بالتوحيد كلام مليان مليان، لكن يدعو للخروج على الحكام، مبتدع ولا مبتدع؟ مبتدع. يمكن يكون كلامه بالتوحيد مليان ويحرم الخروج على الحكام المسلمين تمام بالنصوص من الكتاب والسنة، لكن يكون بجالس أهل البدعة، مبتدع مبتدع. لذلك روى الترمذي وحسن الألباني هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. شوف زول قاعد ساكن مع الحزبين، كان في جبرة ولا غيره، قاعد معاهم، ده معاهم حزبي مبتدع. مش لو اتكلم في التوحيد، لو ألف كتاب توحيد واحد ثاني جديد زي حق محمد الوهاب وقدره بالحجم وفي العلم، ده مبتدع. مبتدع ألف كتاب توحيد، هذا تعريفنا له. عرفت الكلام كيف؟ فالإنسان يفهم الحاصل. والسلف ما إذا يقولون: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. وكانوا إذا لم يعلموا بدع الإنسان يقولون: انظروا عند من نزل. شوف السلف ديل كانوا فاهمين كيف؟ إذا أصلوا لا شافوه بيخرج على حاكم، لا عنده شرك، لا بدعوا لمظاهرات، لا بيكفر الحكام، ما تكفيري. ولكن ما عارف انه ما باقي سلفي، ما عارف انه اخر حاجه يقولوا انظروا عند من نزل، اذا كان جاي من بر البلد. اما اذا كان قاعد جوا البلد يقولوا انظروا من جلساؤه. شوف الفهم بتاع السلف كيف. والقاعده دي في ناس قد يشوفوها كده حاره شويه، لكن اللي بيشوفها حاره ده هو مطبقه ذاته. هسه بديك مثال تقع عليك المسألة إن شاء الله مرة واحدة تقع عليك. في الجامعة، والما بيقرا جامعة، في الجامع في الحلة. في الجامعة وفي الجامعة، الجامعة تلقى ده الكوم بتاع الإخوان المسلمين. في طالب جبر لهم جديد، طوالي مشى الكوم ده. بالله عليك بيسموه شنو؟ بالله عليكم أخواني أخو مسلم. جامعة مع ساكت. برلوم شهر شهرين صام خشمه ولابد. اول ما جت تجانيه عندهم زفه في الجامعه، طوالي ربط البتاع في النص وشغال معاهم. ده بيسموه شنو؟ بالله عليكم، بدون ما تجلس معاهم. لانه في ناس عندهم فهم يقول لك لا لا الا اقعد اقعد معاه. انا اول حاجه يا ناس، في مبتدع تقعد معاه بيقول لك انا مبتدع بارك الله فيك، انا كعب لاقاكم من الله خلقكم زول زي ده. ما في يا ناس، لا يوجد على وجه الارض، على وجه الارض فيما اعلم والله، مبتدع
يقول لك تعال اقعد، انا طبعا مبتدع، تعال تعال اقعد. حصل يا جماعه لقاك الشينه منكوره بتجي تقعد معاه، هو بيكفر الحكام، انت بتكفر الحكام؟ والله لا اكفر الحكام المسلمين. انت تجينا راجع تقول لنا كلامكم كذب، والله ما قاعد تثبتوا، انت ما فاهم الحاصل. هو قال لك لا اكفر الحكام يا توم المسلمين، هو عنده ده ما مسلمين بس ده الموضوع. عشان كده قلنا لك ما تقعد معاه، اوعك تقعد تقول لي ده انا اقعد مع زول والزول ده والله حلف لي بالله. في ناس برضه يقول لك والله حلف لي بالله ست مرات ما بيعرف الله اصلا، ست مرات حلف لي بالله انه الكلام اللي قالوه فيني الجماعه ديل كلام كذب. السلف ما كان عندهم المنهج ده، ما في خالص. دول قاعد في محل تدريسه في بيته، الامام احمد غيره من الائمه رحمهم الله، اذا ما عرفوا الزول خلاص شنو؟ يقولوا انظروا جلساؤه، جلساؤه شوف بيجلس مع منو. اذا جاء من برا مسافر ما من اهل البلد يقولون عند من نزل؟ قالوا يا امام نزل عند القدريه. قال اذا هو قدري. الامام احمد لعب ما في، ده دين، والدين ده احنا مطبقينه. واديك فهم ثاني انك مطبقه، فهم ثاني كيف؟ الصوفيه دول كلهم مبتدعه ولا مبتدعه؟ مبتدعه، متفقين في ذول. المختلف يرفع يده معانا، لو ما ما في زول رفع يده معناته كلنا متفقين. الصوفيه كلهم مبتدعه ولا مبتدعه؟ ما قلنا كفار، قلنا مبتدعه. طيب ما متفق معانا يرفع يده يا جماعه، ما في مشكله؟ طيب هل اقمت على اي صوفي؟ جلست معاه الحجه وجلست معاه؟ يعني تعال يا صوفي نقعد معاك، لا مبتدع خش، تعال مبتدع خش، حصل؟ اذا انت مطبق القاعده بس ده الموضوع كله؟ مطبقها انت، ما في زول معانا في المبنى ده المحل ده الا مطبق القاعده دي، لكن في ناس غادي يكون ما عارفين انهم مطبقينها. وده منهج السلف، ده منهج السلف الصالح. عشان كده ابن سيرين رحمه الله لخص الموضوع ده، اداك الوقايه، الوقايه من الجرائم والبدع التي تحدث بسبب هذه الجهالات بهذه القاعده العظيمه. اداك وقايه، قال لك ان هذا العلم دين. وانت عارف كلمه ان هذا العلم دين دي يعني شنو؟ دي كلمه خطيره، كلمه بتخوف من كان في قلبه ايمان، بتخوفه والله. طالما العلم ده دين وفي القبر الله حيسالك ثلاث اسئله، ها من ربك؟ ها ما دينك؟ يبقى حيسالك، ابن سيرين قال لك العلم دين، ان هذا العلم دين، يبقى ربنا حيسالك من العلم واخذته من منو؟ ذاته، لانه ده ذاته دين. وده في ورد على الحزبين اللي بقول لك ما تتكلم عن البدع، الله بيسالك في القبر على البدع. ابن سيرين قال ده دين ذاته، وفي القبر حيسالوك ما دينه؟ ده من الدين، وده من صميم الدين، لانه ربنا سبحانه وتعالى ركز على ذلك في ايات كثيره منها في الكهف: وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى في الأنعام: وقد نزل عليكم في الكتاب. وين نزل في الكتاب؟ معناته في آية قبل دي، هي الآية الجبل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وقد نزل عليكم في الكتاب، دي الآية دي. وهنا ربنا قال لك نزلت لك في الكتاب، ودي ثاني واحدة، دي ثاني واحدة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. ودي مال الكفار بس من أهل البدع. ابن تيمية قال تشمل جميع أهل البدع. تفضل يا وليد خش هنا قدام في محل، تشمل جميع، أدو كرسي لأنه ركب وكعب، تشمل جميع أهل البدع. قال أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الحزبيين قالوا ايوه، يعني المبتدع لو كان عنده حصه في البدع حقته ما تحضرها، لكن لو في محاضره ثانيه ما حيأصل للبدعه نحضرها. قال الحسن البصري فيما نقل الامام القرطبي في تفسير هذه الايه، قال: لا يجوز القعود مع اهل البدع وإن خاضوا في حديث غيره. قال لأن تممت الآية، لأن الله يقول: وإما ينسينك الشيطان
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والآية ذاتها جاءت بصيغة المضارع، وإذا رأيت الذين شنو يخوضون، المضارع الذي يفيد الاستمرار، يخوضون، هم شغالين يخوضوا، ما تقعد معهم. وبعدين يأتي مبتدع ده اللي بيقول لك الحصة الليلة من أصل لبدعتي، والحصة بكرة في الجدول كاتبة، والحصة بكرة ما في بدعتي ما بدخلها. لاقاكم ده؟ ده إذا لاقاكم يبقى معناه كلامهم صحيح، ده إذا لاقاكم، ولا يوجد على وجه الأرض. فلا يجوز الاستماع للمجاهيل، مش المجروحين، المجروحين دي متفقين كلنا إنه ما يجوز الاستماع لهم، لكن قال السلف بناء على هذه القاعدة المستنبطة من الكتاب والسنة إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يجوز الأخذ عن المجاهيل ولا الاستماع للمجاهيل. تفتح اليوتيوب مع انتشار وسائل التواصل تلقى فلان زعيط ابن معيط محاضرة كبرى في التوحيد، تحول طوالي لأنه مجهول، لأنك لو سمعت له وكلامه عجبك، ها كلامه الأول ده صحيح عجبك، هتتحزب له فتسمع منه الصواب والخطأ. عشان كده السلف قالوا إنما مثل أهل البدع كأمثال العقارب تدس رؤوسها في الرمال وتخرج أذيالها فإذا تمكنت لدغت. المبتدع بيدس بدعة يا جماعة وبيقول لك كلام سمح، نحن ليه ما نتعظ؟ في واحد في الجريب غريب مجرم كبير، ودى الشباب وين الصومال ومالي وفجر وين وسو وين، صوته جميل ولذيذ وحلو وخالص، قرآن، في زول عنده راي في القرآن؟ قرآن، لكن هو عامل لك ده تقرا تصلي وراه، بعد شوية اعتكاف، بعد شوية عندنا جلسة، بعد شوية شاي باللبن مظبوط، بعد شوية مرقة في الصومال، شفت كيف؟ يبدأ لك بشيء صحيح القرآن. لذلك السلف قالوا ما تسمع من المبتدع حتى القرآن. عشان كده الإمام أحمد وغيره من السلف برضه ورد، جاءه بعض المبتدعة فقالوا له يا إمام اسمع منا، قال ولا كلمة. بقي لك ما بيقدر يناظره؟ بيقدر. الليلة تلقى الجماعة عايشين بالذات في اللي بيسموه فيسبوك شغالين يناظروا في ناس، يقول لك مجموعة الدعم السريع، مش نفسه الدعم السريع بتاع القوات دي بتاعت الحكومة، لا المجموعة اللي في الفيسبوك دي ولا شنو، يخشوا فيها شيوعيين كفرة، فيها جوا صوفية، فيها إخوانجية، فيها خوارج، فيها جميع أهل البدع. تلقى الشاب سلفي عمل له رصيد بعشرة جنيه لكن ما عنده رد للشبهات بس عنده رصيد، خش يقول لك والله أنا أغشهم كلهم. يا ناس أصعب الأشياء المناظرة، لذلك الأصل فيها عند السلف المنع بالمناسبة، الأصل فيها ما الحل وليس فتح الباب. الأصل في المناظرات عند السلف وعند علمائنا الموجودين الآن، أسألهم كلهم اتصل بهم كلهم أسألهم، الأصل فيها المنع. وليت بتقوم به ودي مناظرة وبتركب لنفسك شبهات، فالأصل فيها المنع يا جماعة. لماذا؟ لكي لا تدخل عليك الشبهات، دي الملاحدة، دي الصوفية، دي النقشبندية، دي الأخوان المسلمين، دي الكذا، دي الكذا، كل واحد بالله عليك عنده كم شبهة بس براو كده، واجمع شبهاتهم كلها، هل تقدر ترد عليها كلها؟ عشان كده الإمام أحمد قال له ولا كلمة، هل ما يقدر يناظره؟ يقدر، ولكن من كمال توحيدهم وتقواهم لله وشدة ورعهم في دين الله أنهم لا يمكنون أسماعهم ولا قلوبهم لأهل البدع وشبهاتهم، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال له الإمام ولا كلمة، قال أقرأ عليك حديثا، قال ولا حديث، قال إذن القرآن، قال ولا آية، وقفل الباب في وشه ودخل أو قام من مجلس وفات. ليه؟ النازل ما كان عندهم علم؟ ها؟
هسه الإمام أحمد ما كان عندهم علم؟ نحن الليلة بالواتساب بتاعنا ده والفيسبوك والبتاع عندنا علم أكثر منه؟ ده منهجهم يا جماعة، هذا هو المنهج، أن يتقي الإنسان الشبهات ويتقي مواطنها ويتقي أصحابها. شفت لو عندك خالك أخو أمك عديد زول بتاع شبهات وراسه ملان شبهات شركية أو بيجوز الخروج أو غيره أو غيره، أنت إما أصل رحمك بالتلفون خالك ده، السلام عليكم خالي أنت كويس معايا أنا هاي بارك الله فيك توتك في الخطوة طوالي، أو تخلي عديل. شيخ العثيمين قال لو كان في واحد من الأرحام بيضرك في دينك قال يجوز لك أن تقطعه ولا تكون قطيعة للرحم. فزول يكون ده خالك، ما بالك زول لا خالك لا وتحبوبتك، زول ساكت عن قال جابوه في الجامع وملان شبهات لما مدفق نازل ببرا تمشي تفتح له خشمك ها وتاني ويديك يلصق لك جوا خشمك وتاني ويركب لك جوا خشمك. واحد ضرب لي الساعة 12 بالليل من اخواننا، خلاص ما دار اذكر الاسماء نفرينهم، قال لي يا اخي الحق نحن الان مع جماعة هنا خلاص، واحد قال تكفيري وتحدينا بمناظرة وقعنا معه المناظرة، قلت لهم اتفضلوا طوالي ناظروا مبروك عليكم عديلة وبخيتة، ما ممكن انت تمشي تورط نفسك ودائر تورط معاك المنهج وتجي تستنجد بعد ذاك وتستغيث، ده ما فهم يا جماعة، ده ما فهم. ومنو قال لك اي زول لافي بالشارع يقول لك دائر ناظركم وتحداكم والليلة ما بخليكم تقوم تناظر، اي زول لافي صعلوك ساكت بناظره؟ في مسألة. المسألة الثانية المناظرة ذات موضوع طويل، الموضوع شنو؟ لازم يحدد الإنسان الذي عنده علم وهو الذي يناظر، لأنه ما أي موضوع بيختاروا له المناظرة، لا يمكن زول بيقول غير الله بنزل المطر، غير الله بيعلم الغيب، أناظره في إنه سبحة بدعة ولا سنة، لا يمكن هذا الكلام. ما يمكن ولا يجوز. ولا يمكن زول ملحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أناظر هل الأفضل الرأسمالية ولا السندكالية؟ لا يمكن يا ناس. فالزول يكون فاهم، ما تورط رقبتك ساكت ولا تجالس هؤلاء، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك يا جماعة لابد من الاحترام لمن يعلمك، تحترمه. نحن ما بنقول زي الجماعة الحزبيين قال من علمني حرفا صرت له عبدا، لا ده باطل الكلام، كتبوها في الجريدة بتاعتهم بتاعت الاستقامة ما شفتوها؟ كلام باطل. نحن بنقول الاحترام والتوقير، لأنك لا تحترمه لأجل جنسه ولا لأجل لونه، إنما تحترمه لما يحمله من الدين، فأنت تحترم الدين والمنهج الصحيح الذي يحمله معلمك، فمتى ما فارق الدين والمنهج الصحيح فارقته، لأن احترامك لا يكون لشخصه ولا لقبيلته ولا للونه، إنما لما يحمل من العلم والدين والمنهج. ومن هنا يكون الولاء والبراء على شنو يا جماعة؟ على المنهج. وتنتفي العصبية ومن ثم الحزبية، فالحزبية تعمي وتصم، وكما أن الحزبية تكون للجماعات والأحزاب والطوائف والطرق، فهي كذلك تكون للرجال والأشخاص ولو كان شخصا واحدا. ممكن أنت تكون شايف نفسك سلفي لكن تكون حزبي، وما مع الجماعات الحزبية بالمناسبة، لكن تكون حزبي متمسك لك في راجل والراجل ده سلفي صح هاي، لكن أنت متحزب له، ترى بعينيه هو وتسمع بسمعه هو وتعقل بعقله وقلبه هو، انت مطبل عيونك ونخرينك واضنينك وقافل قلبك بالطبله ومسلم هو المفتاح لحزبية. فإياك ان تتعصب لاي واحد من مشايخك في هذا المنهج السلفي، سواء كان عالما او كان طالب علم، لا يجوز ان تتحزب او تتعصب له. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه، بس انتبه للحديث ده جيدا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا،
ده هو حاصل الليلة ولا ما هو؟ يهو الحل. قال فعليكم، حتى ما قال بي أنا، مع أنه يجوز لأنه بالرسول اللي هو منهجه والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا المنهج الصحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم داري الفتنة لمسألة مهمة. قال فعليكم بسنتي، سنتي وسنة الخلفاء، حتى ما قال بهم هم في أشخاص كده، قال وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها، سنة الرسول وسنة الخلفاء، وعضوا عليها، سنة الرسول وسنة الخلفاء، بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. آخر وصية في المنهج الانقياد للنصوص وتحكيم الشريعة، وأن نرجع إلى السنة. الإنسان ما يحكم هواه ولا يحكم رأيه ولا يحكم رأي أحد ولو كان غيره، وإنما يحكم السنة، يحكم النصوص. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الإنسان لو كان منهجه إن وقاف عند النص، لو اختلف مع أخوه في مسألة ولا بد يحصل الخلاف بيناتنا، لا بد، الليلة ما حصل حيحصل بكرة، لا بد لا بد، لكن المشكلة مش في حصول الاختلاف، المشكلة في علاجنا للمشكلة عند الاختلاف. ده هنا الموضوع، ده المحك، لأن الرسول قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى. نحن عشنا بعد الرسول ولا ما عشنا؟ فلا بد ترى، لا بد ترى، فسيرى اختلافا قدر كيف؟ بسيط بسيط، كثيرة كثيرة، لكن طوال ورانا الحل. قال فعليكم، فعليكم بسنتي. فالإنسان الوقاف عند السنة، وإذا اختلف مع أخيه وقالوا له ده النص، دي الآية وده فهم السلف ليه، وده الحديث صحيح وفهم السلف ليه، هل تعلم أننا سنستمر بهذه الطريقة في دعوة الله إلى أن نلقاه بسلام وأمان، ومهما كاد لدعوتنا الأعداء ودخل فيها المنافقون والمجرمون وأحدثوا الفتن والبلايا والمشاكل بيننا، فإننا لن نتأثر لأننا علمنا الحل عند الاختلاف. عشان كده ربنا قال وما كان لمؤمن، الآية دي بتخاطب الموحدين خاصة بالمناسبة، لأنه قال لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فسبحان الله، الإنسان لو عود نفسه كما كان عمر بن الخطاب يقول قولا، فإذا قيل له يا أمير المؤمنين إن الله قال كذا أو قال رسول الله كذا، قال أخطأ عمر وأصاب فلان كما يروى، أو كان يعاد في بيته أسبوع أو شهر في رواية، لأنه قرأت عليه آية فوقف عند حدها فسقط، وحتى عادوه في بيته شهرا كاملا عيار رجل، كانوا وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى. فما يكون الكلام ده عندنا شعارات يا جماعة أو مواعظ نعظ بها الناس العوام، هل يكون بسنة وتحمر للناس؟ أنت أول واحد عليك بالسنة قبل الجماعة تعيد، أول واحد يا أخي. ربنا قال للرسول يا أيها النبي اتق الله، أول زول أنت مخاطب بهذا الكلام، أول إنسان مخاطب بالتقوى وبلزوم السنة والتوحيد وعدم الشرك أنت ده، لأن الرسول ربنا قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا كان ده النبي صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.